هل تعلم ما هو بيت الله؟ جعل الله في البيت شيئا تكفل به لعباده، أن من دخله كان آمنا، وتأمل ومن دخله كان آمنا. نعم هناك الأمن، أنهم كانوا إذا من الأحكام الشرعية أنه لا يؤذى أحد عند بيت الله وفي حرم الله، حتى إن العرب في جاهليتها الجهلاء وضلالتها العمياء كان الرجل يلقى قاتل أبيه، يلقى الرجل الذي قتل أباه داخل الحرم لا يتكلم معه بكلمة واحدة، تعظيما لحرمة الحرم. وقال عمر رضي الله عنه: والله لو رأيت قاتل الخطاب في حرم الله ما هيجته، تعظيما لحرمة الحرم. فمن دخله كان آمنا. لكن هناك أمر آخر، أنك تدخل وعندك هموم، تدخل وعندك هموم، والله وعد أن من دخله كان آمنا، فهنيئا لمن دخل وهو يخاف عذاب الآخرة ويرجو من الله أن يؤمنه، هنيئا لمن صدر من تلك الرحاب وقد أعطي الأمان من الله في دنياه وآخرته. فهذه كلها أمور ينبغي أن يستشيرها العبد.